المواقف المضحكة في عالم كرة القدم لن تتوقف عن الضحك. السلام. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. كثيرة هي المواقف التي تحدث في عالم كرة القدم من مواقف طريفة وجميلة، وأيضا هنا مواقف تدعوك للضحك. لذا في هذا الفيديو سنشاهد أقوى المواقف المضحكة في عالم كرة القدم. لنبدأ. كما ترون وفي هذه المباراة أصيب لاعب داخل الملعب، لكن يمكنكم أن تشاهدوا بماذا أتوا لنقله. إنها عربة لتعبئة الرمل أو الحصى عن الأرض والتي تستخدم في البناء، لكن هذه بطريقة مبتكرة إذ أنها تمشي وتحمل بهذا الشكل. ولكن اللاعب هنا فرح بإصابته، وكما ترون وقف ليحتفل فوقع بهذا الشكل عن العربة. وقف اللاعب نيمار وأخذ يدور حول الكرة ويدور ويدور حتى يقوم بتحدي الدوران وركل الكرة، وذلك بعد أن تلف حول الكرة ثم تذهب لضربها. لكن يمكنكم أن تشاهدوا نيمار كيف وقع عند الذهاب لضرب الكرة. هنا وأثناء تدريبات بايرن ميونخ بإمكانكم أن تشاهدوا ماذا فعل توماس مولر وكيف أتى بهذه السيارة الصغيرة الخاصة بالعشب وأخذ يتجول عند اللاعبين بهذه الطريقة. بإمكانكم رؤية ماذا يفعل بهذه العربة. تدخل من هذا اللاعب على خصمه بهذه الطريقة، لكن كانت ضربة طفيفة جدا. لكن انظروا إلى هذا اللاعب الذي أخذ يمثل أن روحه ستخرج بهذا الشكل. يبدو أنه لا يوجد تناسق بين هؤلاء اللاعبين، لدرجة أن كلا اللاعبين قام بضرب هذه الركلة الحرة الثابتة مع بعضهما البعض. تقدم نوير ليأخذ الكرة، لكنها صعدت فوق الشباك وضربت بوجهه بهذا الشكل. رونالدو يضرب الكرة برأسه ليصطدها الحارس ثم ترجع إليه، وبقدمه بهذا الشكل يضربها فترتطم بالقائم وتذهب بعيدا. هذا اللاعب هنا يقوم بتسديد الكرة بكل قوته لتصطدم براموس، لكنها اصطدمت بيديه فمثل أنه ضرب في وجهه. هذا اللاعب هنا دافع بطريقة رائعة عن شباكه، فشاهدوا كيف مثل أنه تمت عرقلته لينزل على الكرة ويبعدها بهذا الشكل. أتى هذا اللاعب ليحتفل ويتزحلق على العشب، لكنه كان خشنا فقام بإيقاعه على الأرض بهذا الشكل. لاعب أياكس أمستردام تقدم لتنفيذ هذه الركنية والتي التفت من خارج الملعب واصطدمت برأس الحكم. هنا مدافع مان سيتي حاول إخراج الكرة، لكنها أفلتت بهذه الطريقة ونزلت لوب إلى الشباك. تقدم هذا اللاعب لتنفيذ الركنية، لكن شاهدوا كيف وقع بهذا الشكل. يتقدم لاعب باريس سان جيرمان ويقوم بتعريض الكرة فترجع إليه مجددا من الدفاع ليقوم بتعريضها إلى زميله الآخر، ولكن المدافع الذي حاول إخراجها وضعها في الشباك مباشرة. انظروا إلى هذا الشاب والذي تسلق بهذه الطريقة حتى يتمكن من العودة إلى الجماهير، فقام بأخذ قطعة القماش من على رقبته والتمسك بها إلى أن صعد عند الجماهير. كل من على الدكة في مانشستر سيتي فرح إلا جوزيه مورينيو مدرب الفريق، لم يبدي أي سعادة للهدف الذي دخل. انظروا إلى ملامح وجه هذا المصور والتي تبدو مضحكة، فشاهدوا كيف يحرك عيونه بطريقة غريبة جدا، يبدو شكله مضحكا حقا. هنا وأثناء تقديم عثمان ديمبلي لابد أنه لم يعرف كيف يتعامل مع الكرة، ومن حسن الحظ أنه لم يصب بهذا التقديم. ينفذ هذا اللاعب عن غضبه بضرب المياه كما ترون. حاول هذا اللاعب أن يخرج الكرة إلى التماس، فانظروا كيف وقع وأخذ خصمه معه وأوقع المدرب أيضا. هذا المدافع هنا يحاول إبعاد الكرة برأسه، لكن شاهدوا كيف يشتكي وهو يمشي ويريد أن يقع بهذا الشكل. تقدم هنا لوكاكو وقام بتسديد هذه الكرة،
ليصدها الحارس وترجع إلى زميله. فانظروا كيف أضاع الكرة بهذا الشكل الغريب. هذا اللاعب حاول عمل حركة احترافية لكنه تعرقل ولم ينجح بالأمر. لاعب إيفرتون هنا حاول أن يقوم بعمل حركة جميلة وهو أن يلف ساقه بهذه الطريقة، لكن انظروا كيف شعر بالإحراج عندما هربت منه الكرة. تفلت الكرة من لاعب يوفنتوس بعد أن استلمها ولم يعرف أين ذهبت، إذ أنه أخذ يبحث عنها بهذا الشكل. حارس المرمى هنا وبكل براعة تصدى هذه الكرة الأولى ثم الكرة الثانية ليقوم المدافع الغبي بوضع الكرة في الشباك. تقدم هذين اللاعبين إلى الكرة فقام هذا اللاعب بالفرملة عليها، ما أدى إلى وقوع الحكم أيضا وتعرقله بهذا الشكل. هنا تخرج الحارسة حتى تقوم بالتقاط الكرة لكنها تنزل بهذا الشكل، وكانت المدافعة بطريقها لإخراج الكرة لكنها قامت بضربها بهذا الشكل لتذهب إلى الشباك مباشرة. ركلة حرة ثابتة في غاية الروعة ترتطم بالقائم وتأتي لهذه اللاعبة والتي أضاعتها بهذا الشكل الغريب. هنا كريستيانو رونالدو يحاول عمل حركة جميلة واحترافية، فانظروا كيف وقع وانقلب على الأرض. أثناء هجوم لاعب أرسنال بالكرة شاهدوا حكم المباراة وإلى ردة فعله عندما فقد لاعب أرسنال الكرة. ترتطم الكرة بحكم المباراة أثناء مشيه على جانب خط التماس، فشاهدوا كيف وقع أرضا بهذا الشكل المضحك. هذا اللاعب تقدم ليقوم بتسديد الكرة لكنه ضرب الهواء ووقع بهذه الطريقة. هذا الشخص من الجماهير حاول أن يمسك بالكرة لكنه وقع على هذا الباب والذي فتح وتعلق عليه. نزل هذا الشخص من الجماهير وأخذ يجري في الملعب، لكن انظروا إلى حارس الأمن الذي تعرقل ولكن الآخر قام بالإمساك به. هذا اللاعب أتى ليستظرف مع الحكم والذي وقعت منه البطاقة الصفراء فأعطاها له بهذا الشكل، ما أدى إلى أن الحكم قام بإعطائه الكرت الأصفر. هنا بالوتيلي قام بسرقة عدسة الكاميرا من هذه الصحفية أثناء تصويرها كما تشاهد. بعد أن وقع الحارس على الأرض قام بدفع هذا اللاعب، والذي كان بردة فعل غير متعمدة ضرب الحكم على عينه بهذه الطريقة. شاهد هذا اللاعب والذي أوقف الكرة ودون أن يلمسه أحد وقع على الأرض. هنا لاعب المنتخب الإيطالي أطول من هذا اللاعب الواقف هنا، ويبدو أن المصور لم يعرف كيف يأخذ لقطة جيدة. هنا بعض الشباب يمرحون بالكرة فتعلق هذا الفتى على العارضة ووقعت به كما ترون. حاولت المدافعة إبعاد الكرة من أمام هذه المهاجمة، فيمكنكم أن تشاهدوا كيف ترابطت أقدامهما ببعضها البعض. أتى هذا اللاعب لتنفيذ الركنية، فانظروا كيف تعرقل بالعلم ووقع أرضا. تقدم هذا اللاعب ليقوم بركل الكرة، فانظروا أين ذهبت هذه التسديدة. سيرجيو روبرتو حاول اللحاق على الكرة ولكنه تزحلق إلى أن ضرب بهذا العمود الذي يحمل الشباك. قوة الهواء أتت بهذه الكرة لتدخل إلى الملعب، لكن المدرب لحق عليها ليتفاجأ بالشباك تدخل الملعب أيضا. يبدو أن هذا الكنجر أتى ليستمتع بوقته على الشمس والعشب الدافئ. حارس المرمى هذا تقدم ليضرب ضربة المرمى ليتعرقل بقدمه ويصاب بهذا الشكل. هذا الطفل الصغير مد يده ليسلم على ستيفن جيرارد، والذي مد يده هو الآخر ليسلم عليه، ليتفاجأ بأن الطفل سحب يده ولم يرد السلام عليه. حارس المرمى هنا قام بإخراج الكرة لتعلق بهذا الشكل في هذا الحديد الذي يحمل الملعب. أثناء هذه الاستضافة على الهواء مباشرة يمكنكم أن تشاهدوا هذه المياه التي غمرت المراسل وضيفه. لاعب منتخب السويد أتوا إلى المراسلين على جانب الملعب وقاموا بالاحتفال معهم كما ترون. انظروا إلى الأجواء الرائعة، انظروا إلى الاحتفالية المضحكة من هذا اللاعب وكيف نزل على خصمه كالمصارعين.
هذا اللاعب قام بإخراج خصمه المصاب بهذه الطريقة وحمله إلى خارج الملعب، وذلك حتى لا يضيع مزيد من الوقت. تقدم هذا اللاعب وخطف الكرة من خصمه، وقام هذا الأخير بالتمثيل أنه ضرب فوقع على الأرض وأخذ يتألم، وعاد المدافع الكرة إليه بهذه الطريقة. فانظروا كيف وقف وكأنه لم يحدث له أي شيء. شاهدوا هذه الاحتفالية الرائعة من ديلي ألي وكيف أتى لينام على العشب. بعد أن سجل هذا اللاعب ركلة جزاء، بإمكانكم أن تشاهدوا كيف ذهب ليقلع التيشيرت ويحتفل، فلم يستطع ووقع أرضا. بعد أن قام هذا اللاعب بتنفيذ ركلة جزاء رائعة للغاية، أتى وجلب هذا الكرسي إلى الملعب حتى يقوم باحتفال مميز. الحكم هنا يقول له أبعد هذا الكرسي من الملعب. في أثناء بداية المباراة نزل جميع اللاعبين بهذا الشكل وانحنوا أرضا، إلا هذا اللاعب الذي ظن أن اللعبة بدأت وانطلق بهذا الشكل. سيرجيو راموس وفريقه خاسر أتى ليقوم بأخذ الكرة للاعب الخطأ، لكن اللاعب قام برمي الكرة على الجهة المقابلة، فشاهد راموس كيف دفعه وأوقعه أرضا. تقدم هذا اللاعب لتنفيذ ركلة الجزاء لكنه تباطأ قليلا، فانظروا كيف أضاع الكرة. حاول هذا اللاعب إبعاد الكرة من المكان فقام بضربها لترتطم بوجه بهذا الشكل المضحك كما ترون. في هذه المباراة وقع هذا اللاعب أرضا، فانظروا كيف أخذ يمثل أنه ضرب بشدة، انظروا إلى حركاته على الأرض. قام هنا هؤلاء المسعفون بوضع هذا اللاعب على الرافعة وقاموا برفعه بهذا الشكل، لكنهم تعرقلوا ووقعوا أرضا. فانظروا إلى الطريقة التي ينقل بها هذا اللاعب، لو ذهب مشيا كان أفضل له. أثناء رفع هذا اللاعب المصاب لم يعرف المسعف كيف يرفع اللاعب، وفي كل مرة تدخل مؤخرته بوجه هذا اللاعب مباشرة. هذا الحارس حاول التشقلب داخل المرمى والقيام بحركات لهذا اللاعب قبل بدء ضربة الجزاء، وعندما قام هذا اللاعب بإدخالها انظروا كيف أخذ يرقص له بهذه الطريقة. دخل هذا الديكو إلى الملعب ويبدو أن له مهارات بالمراوغة رائعة جدا. انظروا ماذا فعل بالمشرفين الذين حاولوا إمساكه. بعد أن تم إيقاع هذا اللاعب أرضا، استدعى الحكم اللاعب إليه ليتكلم معه أو ليعطيه بطاقة صفراء، فانظروا كيف مزح معه وأخرج منديلا ليمسح عرقه فقط. انظروا لاحتفالية هذا اللاعب الغريبة بعد أن سجل هدفا، والذي قام بالجري وارتطم بالسور الحاجز بين الملعب والجماهير. تم حصار هذا اللاعب عند منطقة التماس، فقام هذا المدافع بضرب الكرة بكل قوته لإخراجها لترتطم بهذا اللاعب الجالس على دكة البدلاء. بعد أن سجل هذا اللاعب هدفا من ركلة حرة ثابتة بشكل رائع، أتى ليحتفل مع المدربين والزملاء، فشاهدوا كيف تم دفع هذا المشرف وكيف وقع أرضا. انظروا إلى هذه اللاعبة والتي قامت بشد السروال الخاص باللاعبة الأخرى. هذا اللاعب هنا حاول تسديد الكرة لكنه تعرقل ووقع أرضا. بإمكانكم أن تشاهدوا كاسيميرو كيف يمثل أنه وقع أرضا ولم يلمسه أحد، انظروا إلى طريقته الغريبة في الوقوع. شاهدوا كيف تعرقل هذا اللاعب وأفلتت منه الكرة ووقع أرضا. هنا لاعب المنتخب الفرنسي ويبدو أن اللاعب يغطي عليه أثناء بداية المباراة. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.